أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم بدينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من فضل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penampilan Qori
Teki 0506. Selanjutnya kami panggil Korea, nomor peserta Teki 0507. Teki 0507.